هي أول دار أوبرا في منطقة الخليج العربي وفي الجزيرة العربية. أمر السلطان قابوس سلطان عمان ببنائها في عام 2001، وتم البدء في الأعمال الإنشائية للمبنى عام 2007، وافتتحت دار الأوبرا السلطانية في 2011. تعتبر دار الأوبرا السلطانية تحفة معمارية شيدت في 8 طوابق، تقع 3 منها تحت الأرض و5 تقع فوقها، ويتناغم فيها التراث المعماري العماني والعربي والإسلامي في عهود مختلفة. شيدت دار الأوبرا السلطانية على مساحة شاسعة تبلغ 80,000 متر مربع، وتبلغ المساحة المبنية على ما يربو من 25,000 متر مربع. ومبنى دار الأوبرا السلطانية متعدد الاستعمالات، يمكنه أن يستضيف فعاليات مختلفة كحفلات الأوبرا والحفلات الموسيقية والمسرحية والمؤتمرات والملتقيات الثقافية والفنية. ولدى دار الأوبرا القدرة على استيعاب الحد الأقصى إلى 1,100 شخص. تعتبر دار الأوبرا السلطانية أول دار أوبرا يستخدم تقنيات عرض الوسائط المتعددة عن طريق شاشات تفاعلية، كما تم استخدام أحدث تقنيات الصوت والإضاءة في المسرح الكبير للدار. بعد قرار السلطان قابوس ببناء الدار في 2001، تم اختيار تسمية دار الفنون الموسيقية اسما لها، ولكن تم تغييره بعد ذلك إلى الاسم الحالي وهو دار الأوبرا السلطانية. من العاصمة العمانية مسقط، محمد الخطيب لمراسل النيل.